هذه أجوبة لقضايا قد شغلت أذهان الناس، ونحيل تساؤلكم فيها لذوي تجربة وميراث. بحوار حر ونقاش فيما أحكمه الإلباس، ونصحح ما شاع وسلم من خطأ باد وقياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها السادة المشاهدون في لقائنا المتجدد في تساؤلات. ضيفنا اليوم هو الشيخ ناصر عبد الله طوير، عضو هيئة علماء ليبيا والباحث في العلوم الشرعية. أرحب بكم فضيلة الشيخ في هذا اللقاء. أول تساؤلاتنا في الحقيقة هو سؤال يرد كثيرا، مسألة شن علاقة أو ما علاقة الدين بالسياسة؟ بعض يقول لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، دع ما لقى. شن علاقة الدين بالسياسة أو شن علاقة السياسة بالدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة لهذا الموضوع مما يثار في هذه الأوقات وفي هذه الأزمان، ويعد من الموضوعات الحساسة، ويتكلم فيه الجميع، يتكلم فيه الصغار والكبار والعالم والإنسان العادي، الكل يتكلم في مثل هذا الموضوع. ونحن الأدب الإسلامي علمنا أن نقف حيث نعلم. وهذا الموضوع إذا كان بمثل هذه الحساسية وهذا المستوى، فيحتاج حتى نحن عندما نتكلم فيه نتكلم بلغة مبسطة يسيرة بعيدة عن المصطلحات العلمية الدقيقة، وبلغة يفهمها الجميع، الكبير والصغير والمرأة والمتعلم وما دون ذلك. علاقة السياسة بالدين، إذا اختلفنا نحن فيما بيننا، وإذا تنازعنا في شيء، لابد أن يكون هناك مرجعا ومصدرا نتحاكم إليه جميعا. وكل أمة ليس لها مرجع وليس لها دستور ترجع إليه في خلافاتها، لا شك ستصبح أمة تكثر فيها النزاعات، وبالتالي يكثر فيها الاختلافات، ومن ثم يصل أحيانا إلى الاقتتال هذا الخلاف. لكن نحن بحكم أننا مسلمون، وهذا الإسلام هو عقد بين الإنسان وربه، فما إن يشهد لله عز وجل ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو قد بايع الله سبحانه وتعالى واستسلم لله عز وجل، استسلم لله في أحكامه، استسلم لله عز وجل في تعاليمه، في قضائه وقدره. ما الآن يعني طبيعي اللي بيقول لك أنا الآن هذه كلها ما عندي مسلمات، ما عنديش في إشكالية، أنا رجل مسلم أصلي وأصوم وأزكي وكذا. وحتى قضية المرجعية الآن يعني هو يقول لك مثلا نظام سياسي هو تعاقد، وهذا التعاقد يضبطه دستور، الآن كل بلد لها دستور يحكمها. فشن علاقة أني نقول أنا والله الدين يعني السؤال هنا، يعني الكلام اللي ذكرته كله ما ظنش حد يختلف فيه، لكن الإشكال العمق هنا. أنا كإنسان نعيش في مجتمع، المجتمع هذا عنده منظومة سياسية، من المنظومة السياسية فيه تعاقد بيني وبين الحاكم يضبطه دستور البلد، ليش تقول لي لا والله الإسلام هو الحل، لا لازم الشريعة هي اللي تكون في النص؟ الكلام هنا السؤال هو هذا الذي أنا لماذا قدمت بهذه المقدمة، لأن لابد أن نتوافق على شيء نرجع إليه ويكون هو القاعدة التي نبني عليها وننطلق من خلالها. تمام. فبالرجوع إلى القرآن وهو المصدر الأول المحفوظ المقدس لدى الجميع، نجد أن الله عز وجل تكلم عن قضايا الحكم،
قضايا التحاكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبعض أدوات الحكم وبعض الصور الإيجابية في الحكم أو الحكام العادلين أو الحكام الجائرين في مواطن كثيرة، بل أوصلها بعض العلماء إلى أن الله تكلم في 500 آية من القرآن عن الحكم وما يتعلق به والسياسة وما أشبه ذلك. إذن هي قضية أصيلة وقضية لها عمق في كتاب الله سبحانه وتعالى، لما يترتب عليها بعد ذلك والإخلال بها من مفاسد وفي حال التقصير بها، ويترتب عليها كذلك من مكاسب وخيرات يانعة في حال استقامة هذا الأمر. فالآيات القرآنية عندما تتحدث عن هذا الموضوع، عندما يقول الله عز وجل مثلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، في قول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وفي الآية الأخرى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأثبت القرآن أن هناك حكما يسمى حكما جاهلي، وأثبت أن هناك حكما يسمى حكم الطاغوت، وأثبت أن هناك حكما لله عز وجل، وهذا هو ما نسميه اليوم بالسياسة. ثم بعد ذلك هو يعني هذا تعميم الحقيقة. أنا خليني نقول بصورة ممكن السؤال يكون أكثر تركيز. الآن أنا لما نرفع شعار الإسلام ونقول الإسلام هو الحل وأنا بنحكم بالإسلام، مش أنا بهالطريقة يعني الإسلام هذا شيء مقدس، أنت لما ترفعه معناه لو جيت أنا في الطرف الآخر حنكون أنا شيطان، ما عنديش حل آخر. فأنت الآن عملت لي عملية إقصاء بمجرد رفعك للشعار. أنا مشكلتي هنا يعني القصد أن عندما نقول الإسلام هو الحل، لا شك أن كل مسلم يؤمن بهذا، هذا هو المفطر. لكن إذا وجد أن من يقول إن هل يوجد من يقول الإسلام ليس هو الحل؟ لا أعتقد هذا. فإذا كان كذلك فحينئذ يصبح رفع هذا الشعار مطلوب، إذا وجد من يقول ليس الإسلام هو الحل. المشكلة يا شيخ ناصر أنا قاعد ناقش فيك في قضايا أنت تجعلها مسلمات، أنا عندي هي فيها الإشكال. نحن كيف تقول لي مثلا ما فيش مسلم يرى أن الإسلام ليس الإسلام هو الحل؟ أنا قلت لك أنا مسلم نصلي في المساجد وقد أكون إمام وخطيب مسجد، لكن ما نراش أنه والله الإسلام لازم يحكمني في السفارات اللي برا ولازم يحكمني في البرلمان، لا، حكم الإسلام في عبادات الناس. يقول لي امتى نصيم امتى نفطر، يقول لي مثلا نصاب الزكاة شن هو، يقول لي كيف نمشي للحج وكيف نأديه، هذا مش ناكرة. إذن هذا، لكن بتقول لي أنا والله بنحدر علاقة مع دولة ثانية، لا لازم ترجع السؤال هنا. نعم، إذن هذا يرجع إلى طبيعة الفهم، ما هي الأحكام وما هي الشريعة، ما هي الأحكام وما هي الشريعة. الأحكام عموما الإسلامية إما أن تكون قد جاءت على هيئة التفصيل كما ذكرت حضرتك، في الصلاة، في الزكاة ومقاديرها وانصبائها، في الحج ونحو هذا من العبادات أو المعاملات كالبيوع والإجارة ونحو هذا، أو تأتي هذه الأحكام في صورة قواعد عامة ونصوص كلية تضبط حركة المسلم في حياته سواء في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي. فمثلا من القضايا التي جاء بها الإسلام في الحكم مبدأ الشورى، وجعل الله عز وجل هذا مبدأ أصيلا في حياة المسلم، بل من صفات المؤمنين، وأمرهم شورى بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا في حياته باعتباره نبيا وباعتباره أول حاكم مسلم لهذه الأمة. فالبراح هو أن الإسلام يمنع من الظلم، يمنع من الاستبداد، يمنع أن يتولى على الناس من هو ليس مؤهلا لذلك بصفات تتوافر فيه، يمنع أن يتولى على الناس جبرا، بل يكون التولي بالاختيار. فهذه وغيرها، لا نريد أن ندخل في تفاصيل ما يتعلق بأصول الحكم الإسلامي،
قد جاءت بها الشريعة على هيئة قواعد وأصول كلية وقواعد عامة. فعندما نأتي مثلا كما مثلت القضايا الدبلوماسية أو القانون الدولي أو هذا تحتويه الشريعة بما وضعت من قواعد أخلاقية. مثلا هل الآن من يقر الاحتكار الذي تقوم به الدول الكبرى في العالم؟ من يقر استعباد الشعوب وقهرهم و يعني استنزاف خيراتهم وما أشبه ذلك في السياسة الدولية؟ يأتي الإسلام ويمنع هذا، يمنع من الاحتكار، يمنع من الاستبداد الدولي، يمنع من استنزاف ثروات الشعوب بما له من منظومة أخلاقية تجعل الناس جميعا يعيشون في ظل هذا العدل. ولهذا الله سبحانه وتعالى هو العدل ومن أحكامه العدل. قصدي مدام هي قواعد أشبه بالقواعد الإنسانية، ليش أنا نقول والله تطبيق والجانب الأهم حقيقة في السؤال خلينا نطرحه بشكل أفضل. أنا لا يعني كثير من الناس لا يفهم من الشريعة إلا قضية تطبيق الحدود. أنت بتقول لي أنا والله الإسلام هو الحل والشريعة الإسلامية وتطبيق الإسلام، أنا أول ما يمشي ذهني يمشي لقضية قطع اليد إلى تطبيق حد القصاص. هذا ما أفهم من الشريعة. هل في شيء ثاني في الشريعة غير قضية الحدود مثلا؟ نعم، هو هذا. لا يعني من الذي يلام؟ الذي لم يفهم الإسلام أو الذي فهم الإسلام وحاول أن يقربه إلى الناس؟ يعني هذا المفهوم نعم موجود في كثير من الناس، لكن كل منظومة قيمية ومنهج للحياة سواء كان نظام رأسمالي أو ماركسي أو شيوعي أو نظام الياس قديم أو حديث فيه جانب يسمى جانب العقوبات. هذا الذي نتحدث عنه هو جانب العقوبات فقط، بل جزء من العقوبات، لأن هذه تسمى بالحدود وهي ستة أشياء: حد السارق، حد الزاني المحصن، حد القاذف، حد شرب الخمر إلى آخر. هي ست فقط ورد في القرآن، وهذه الحدود تعد من العقوبات. فكل نظام له فيه جانب من العقوبات وهو آخر ما يأتي بالنسبة للشريعة الإسلامية في تطبيقاتها، بل حتى في التشريعات عندما كان القرآن ينزل في العهد المكي ثم في العهد المدني جاءت هذه العقوبات في آخر ما يكون. لماذا؟ لحفظ سير الحياة وحفظ استمرار دفة الحياة دون أن يتعدى أحد على أعراض الناس، دون أن يتعدى أحد على أموال الناس، دون أن يتعدى أحد على أموال أبشار الناس ونحو هذا. لأننا نعلم أن الناس منهم، وهو ربما نقول الغالب، من يسير بالوعظ بالتوجيه بالتربية، لكن يبقى شواذ من الناس وهذا لا يخلو منها قانون. فعندما نتكلم نحن نتحدث عن الشريعة أو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى يعتبر هذه القضايا وهي قضايا العقوبات من آخر ما يتحدث عنه. لكن لا ننسى العدل، لا ننسى محاسبة الكبير والصغير في المال العام. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال: إن أقواما يتخوضون في مال الله وهو المال العام بغير حق فلهم النار فلهم النار. لا ننسى أن الإسلام يعطي حق الطفل الصغير وحق المرأة في حضانة أطفالها وغير ذلك من الأحكام. هذا كله مما جاء به الإسلام. لكن قضايا يعني هذا يعيدني إنما هي جزء. أنا ما زلت حقيقة أعود إلى أسئلتي، ما زال أنا نشعر أن هي تحتاج إلى مزيد إيضاح. السؤال الأول: شن علاقة الدين بالسياسة؟ ثم رفع هذه الشعارات السياسية فيه إقصاء للأطراف الأخرى ويعني زي ما يعبروا الناس باسم الدين، وحتى ما أشرت إليه حضرتك هي قواعد عامة. مدام هي قواعد عامة ليش نقول والله لابد نربطها بالإسلام؟ هي قواعد عامة، لكن هذا قصدي، هذا الإيضاح ربما يحتاج إلى حلقة أخرى. لذلك إن شاء الله نقف عند هذا الحد ونلتقيك فضيلة الشيخ في لقاء قادم. إلى ذلك الحين حي السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحح ما شاع وسلم من خطأ باد وقياس تساؤلات.